السلام عليكم، مع حضراتكم عبد الله خالد. اصور لكم يا جماعه النهارده مزرعه مساحتها فدان، تمام. الطريق هنا عرض حوالي عن 6 متر او 7 متر، تمام. دي مزرعه اسمها مزرعه فيدي ميكس، مزرعه مواشي جنبيها، تمام. طبعا هصور لكم الاول من بره. طبعا يا جماعه الفدان ده فيه فيلا تشطيب سوبر لوكس محاط بسور كامل، تمام. انا جايبها لكم من هنا لحد هنا. طبعا هو الفدان فيه فيلا وفيه زريبة مواشي، تمام، اللي هي اغنام يعني مواشي وكده، تمام. طبعا هو اخر السور ده هنا، اخره الفدان، اخر السور ده هنا. حتى في واحد تاني جنبكم هنا عامل فيلا وساكن برضه اهو، ناس كتيرة جدا ساكنة هنا. يعني دي يا جماعة فدان ارض عامل فيه الفيلا وعامل فيه زريبة مواشي صغيرة وزريبة أغنام وزرع زيتون وبني الزيتون بيزرع الايه الأكل بتاع الأغنام والحاجات دي. طبعا دي البوابة بتاعته، تمام. ايه خش بقى صوره لكم من جوه. دي كده هنا جنينة، ودي الفيلا. دي يا جماعة فدان أرض. طبعا انتوا عارفين انا شغلي كله في طريق الفيوم القديم، طريق الفيوم القديم، تمام. طبعا دي الفيلا. بصوا انا مش هقدر ان انا اخش من جوه لان هي مقفوله. طبعا هي معموله كلها سيراميك متشطبه تشطيب سوبر لوكس اهي. حتى يعني المنظر يدل ان هي حاجه متشطبه، مش حاجه مهجوره يعني، تمام. محاط كله بسور شجري من داخل، سور شجري وسور سلك معمول. هنا كان زنزان حمام سباحه بس طبعا ما فيش استخدام فسايبينه فاضي. طبعا نادي الفيلا، كشافات راكبه، كهرباء وميه شرب، كل حاجه يا جماعه شغاله. حتى انا جيت النهارده الشجر بيشرب اهو. دي يا جماعه ارض وميتها رسمي، كهرباء رسمي وميه شرب رسمي، ما فيش غفرات، ما فيش اي حاجه يعني تقابل الواحد عواقب بعد كده، تمام. كل حاجه دي الفيلا يا جماعه. انا لفت من حواليها اهو عشان حضراتكم تشوفوها. الفدان ده يا جماعه طريق الفيوم القديم. انا عامه شغله كله في طريق الفيوم القديم. اللي حابب يستفسر مني على اي ارض انا تحت امركم في اي وقت. انا ما بشتغلش ولا في اسيوط الغرب ولا في المناطق دي، انا شغله كله طريق الفيوم القديم. طبعا ما بقولش اسيوط الغربي عشان حاجه، اما الناس كلهم محترمين وناس كلهم على دماغي، تمام. دي يا جماعه ارض ملك تبع الهيئه. تبع الهيئه ازاي؟ كانت في ناس يا جماعه موظفه في الهيئه، هيئه الاستصلاح الاراضي اللي هي في الدقي. فالناس دي طلعت معاش مبكر، فبدل ما يدوهم معاشات وزع عليهم ايه اراضي. الكلام ده من اجي 20 سنه او 25 سنه، تمام. دي الزريبه، خش جوه. دي يا جماعه الزريبه ايه، تمام. دي الزريبه، حتى النور لما اوصل الزريبه اهو. ودي اغنام اهي، تمام. هي الزريبه كبيره بس هو كان عامل فاصل بين، كان عنده مواشي ولا حاجه، فكان فصل الغنم عن المواشي. وانتوا بقى هنا يا جماعه طبعا ده زرع هنا زيتون، تمام. زيتون بقى ومانجا وكذا حاجه يعني، وبين الزيتون وبعضيه زرع برسيم للاغنام حتى بتشرب اهي، تمام. هي اخرها سور الشجر ده. طبعا البيت اللي ورا دي ده للجار، ناس برضه بانيه هنا، ناس كتير جدا يا جماعه. كل الناس هنا اغلبيتها ناس كهربيه، ارض ثابته ملكيه جامد جدا يعني، ما فيهاش اي مشاكل، ما عليهاش اي فلوس، تمام. اللي عايز برضه 5 فدان، عايز 10، عايز 3، عايز 4، انا شغله كله في الارض الملك بس. اللي حابب يستفسر مني على اي حاجه انا تحت امركم في اي وقت. ده يا جماعه الفدان، بقيت الفدان. طبعا صورت الفيلا في الاول ورجعت صورت لكم بقيت ايه، صورت لكم بقيت الفدان. في شجر زيتون مثمر، شجر زيتون مثمر يعني حاجه مش حاجه لسه صغيره، لا يعني حاجه حلوه بجد يعني. شجر قدامكم اهو، يعني هو فدان ماشي ازاي. فيلا حاجه تشطيب، حاجه نظيفه، تمام. ومنه برضه عامل زيتون، ومنه انا الغنم والمواشي، حاجه كده صغيره، حاجه حلوه لطيفه، تمام. طبعا يا جماعه انا اسمي عبد الله خالد، اللي حابب يستفسر على اي حاجه انا تحت امركم في اي وقت، تمام. يلا السلام عليكم.